السلام عليكم عشاق العطور، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. أعزائي، لا يعكس العطر الجيد شخصيتك فحسب، بل يعكس أيضا أسلوبا في الموضة. والعطور ضرورية لإعطاء رائحة مثالية للجسم ولإنعاش الشخص، كما أنها تستخدم لجذب الناس خاصة في معظم المناسبات والاحتفالات. ويعتمد سعر العطر على كثير من العوامل مثل جودة المواد الخام المستخدمة في صنعه، وكذلك المواد الخام التي تصنع منها الزجاجة والعلامة التجارية التي تروج للعطور. ويعتقد على نطاق واسع أن الرائحة هي واحدة من أقوى حواسنا، وأن الرائحة المثالية ستترك بالفعل انطباعا جريئا في أذهان الناس لا يمكن نسيانه مع وضع كل هذه الأشياء في الحسبان. إذن أحبائي، إليكم هذه القائمة بأغلى 10 عطور في العالم للرجال، صنفناها لكم حسب الأسعار. ونبدأ حديثنا بأغلى عطر بين هذه المجموعة، وهو شموخ. يحمل عطر شموخ المكون من خشب العود الهندي الشهير الممزوج مع المسك وخشب الصندل مع الورد التركي، مضافا إليهم مكونات أخرى. لقب أغلى عطر رجالي في العالم. تصميم العطر يحمل توقيع أصغر آدم علي، وهو واحد من أشهر صناع العطور في الإمارات، حيث كشف عن العطر في مارس 2022 في قاعة أرماني في برج خليفة. ويقدم العطر الأغلى في العالم مجموعة شركات النبيل للعطور ومقرها في دبي، حيث يبلغ سعر زجاجة العطر شموخ حوالي 1.290 مليون دولار أمريكي. ولكن يتساءل البعض عن سبب ارتفاع سعر زجاجة العطر هذه. الأمر يعود في النهاية إلى عدم وجود سوى زجاجة عطر واحدة فقط منه منذ عام 2022، الأمر الذي يجعل سعره باهظا للغاية، وسوف تزيد قيمة سعر هذه الزجاجة مع مرور الوقت. ليس هذا فقط ما يجعل سعر هذه الزجاجة الأغلى في العالم، ولكن الأمر يعود أيضا إلى كون علبة عطر شموخ تتميز بزخارف فنية غير تقليدية، كما أنها مطعمة بالجلد بعرض يبلغ مترين تقريبا للعلبة الخارجية، والتي يتم فتحها على مصراعيها لتجد زجاجة العطر التي تم رسم عليها نقوش من التراث الإماراتي. بعدها تذهب عيناك مباشرة إلى القاعدة التي تحتضن 3 سلالات ذهبية، كما أن محتويات العلبة أيضا تحتوي على 3 صدفات فضية اللون، تحتوي الواحدة منهم على لؤلؤة. ليس هذا فقط، ولكن هناك أيضا 3 ورود مكونة من الذهب الوردي مطعمة بغبار الألماس، مما يعطيها قيمة خرافية. وكذلك آخر مكونات العلبة الكبيرة توجد كرة أرضية تحتوي على قارات من الذهب تم وضعها على أعمدة من الرخام تمتد من قاعدة العلبة إلى قبتها، وفي القمة صقر مصنوع من الذهب المرصع بالألماس. وبهذه المكونات المتجانسة يعطينا عطر شموخ مزيجا من الفخامة والرقي والإبداع المتكامل. ثاني عطر في هذه المجموعة ديكني جولدن ديليشيوس. لقد صمم صانع زجاجة العطر هذه على 2909 من الأحجار الكريمة، والتي بينها 2700 ماسة باللون الأبيض وياقوت باللون الأصفر المميز، وكذا ياقوت كابيشون. كما ركز الصناع على أن تحتوي زجاجة العطر الفريدة التي تم صناعتها لهدف خيري بحت على قطع الماس وردية، ويتم التبرع بعائدات بيع الإصدار الوحيد الذي تم إنتاجه إلى منظمة Action Against Hunger. ثالث عطر في مجموعتنا باكارا للاغم ساكري دو تاب. تم تقديم هذا العطر للمرة الأولى عام 1998، إلا أنه لم ينل الشهرة إلا مؤخرا، ويباع في عبوات صغيرة جدا بوزن ربع أوقية أو 7 غرامات. وبحسب هذه الكمية الصغيرة أثار العطر المميز زخما كبيرا عند انطلاقه، كما اعتبر العطر الأغلى في العالم لفترة. العبوة مصنوعة بمهارة وإتقان تامين، ما يعني أن المنتج سيكون قطعة فنية خالدة، وهو عطر ذو طابع مصري موجود في زجاجة جميلة من الكريستال على شكل هرم.
تشتمل مكونات على مزيج من العنبر والياسمين والورد والكاس المصري، بالإضافة إلى اللبان لاستحضار رائحة الشرق الأوسط، ويصل سعر العطر إلى 6800 دولار للأوقية. رابع عطر في مجموعتنا كلايف كريستين نمبر 1 إمبيريال ماجيستي. تم إطلاق عطر إمبيريال ماجيستي في عام 2005 من قبل مجموعة كلايف كريستين، ولطالما حاز على لقب أغلى عطر في العالم في عام 2007. تمت الموافقة عليه من قبل كتاب جينيس للأرقام القياسية كأغلى عطر في العالم لروعته وتقنياته النادرة. يجمع العطر بين أندر وأغلى المكونات في العالم، فيها لمسة ملكية بريطانية تعكس أصول دور العطور العالمية، كما أن الزجاجة مصنوعة من كريستال باكارات المزينة بالذهب عيار 18 ومرصعة بماسات حقيقية عيار 5 قيراط، وتم صناعتها من مكونات خشب الأرز وحبوب التونكا والهيل والبرتقال، ويوجد منه 10 زجاجات في العالم للرجال. خامس عطر في مجموعتنا جياني فيف سولمون بارفوم 6. يدخل عطر جياني فيف ضمن قائمة أغلى عطر رجالي في العالم، كما أن هذا العطر الفريد هو أفضل عطور النجم الراحل مايكل جاكسون مغني البوب الأول. عمل مصممو هذا العطر على صناعة زجاجة من الياقوت والألماس والذهب أيضا، كما تم إنجاز رائحة تتكون من مزيج الورد والياسمين ومجموعة أخرى من الوصفات، وتباع الزجاجة الواحدة منه بسعر يقارب 90,000 دولار أمريكي. سادس عطر باكورابان 1 مليون 18 كاراتس لوكس إديشن. زجاجة العطر مصنوعة من الذهب ومرصعة بالألماس، كما أن الحقيبة مرصعة بالذهب أيضا. تعتبر من أفضل العطور لرجال المشاهير والنجوم، ويبلغ سعر الزجاجة 57,000 دولار للزجاجة. وتأتي الزجاجة بحجم 100 مليلتر، ومن أهم مكونات هذا العطر الورد والقرفة والنعناع والعنبر والخشب وغيرها من التوابل الرائعة التي تضفي على العطر سحرا لا يقاوم، كما أن زجاجته العطرية تجذب انتباهك وتجعل من عطر 1 مليون لوكس إديشن واحدا من أغلى وأفخم العطور الرجالية على الإطلاق. سابع عطر في مجموعتنا كاغون. دار العطور كاغون هي واحدة من أقدر بيوت العطور الفرنسية، تأسست في عام 1904. قد تم إنشاء وتصميم هذا العطر الفريد والنموذجي في عام 1954 لإحياء ذكرى مرور 50 عام على إنتاج كاغون للعطور من قبل الشريك التجاري والمؤسس إغنيس دالتخوف. يمتلك هذا العطر رائحة مثيرة تجمع بين رائحة الفلفل الحار مع قاعدة خشبية وقلب زهري غني، والنتيجة هي عطر شجاع وقوي ومحفز للجنسين، معبأ بشكل مبهج في زجاجة باكارات جذابة مصنوعة يدويا ومزينة بتوق فاخر من الذهب الأبيض والكريستال، ويصل سعر الأونصة الواحدة 1,000 دولار أمريكي. ثامن عطر في قائمتنا كلايف كريستين نمبر 1 ماد بيور بيرفوم. يبلغ سعر هذا العطر 12,700 دولار أمريكي، وظهر كلايف كريستين في قائمة أغلى العطور لأنه صانع العطر الثالث في العالم من حيث التكلفة، وتم صناعة العطر من صانع العطور البريطاني الشهير يدعى روجا دوف. ما يميز عطر كلايف كريستين هو أن العطر مزيج من الأزهار التي تشمل زيت الورد والياسمين والفانيليا والتاهيتي، والزجاجة مصممة بشكل جيد وتأتي برقبة من الذهب الخالص عيار 18 وبها ماسة 5 قيراط. تاسع عطر في مجموعتنا لاليك فور بنتلي كريستال إديشن. من أفضل وأغلى عطور رجالية حول العالم الذي يتميز بالأناقة الذكورية، وهو من إنتاج شركة السيارات الشهيرة بنتلي بالتعاون مع شركة لاليك للعطور. يتكون من خشب الأرز والجلد والباتشولي، فتأتي افتتاحية العطر من أشجار الأرز الأبيض والسوسن وقلبه من البوردي والباتشولي، كما أن قاعدة العطر مكونة من المسك والجلود والعنبر. أما عن زجاجته فهي من الكريستال وتحمل شعار بنتلي على الغطاء في شكل جذاب وفخم، ويبلغ سعره 4,600 دولار أمريكي.
العطر العاشر والأخير في مجموعتنا وهو أمبر توب كابي، عطر مصمم للرجل الباحث عن التميز والاختلاف مع لمحة من الفخامة والرقي. ينتمي العطر لعائلة العطور الخشبية ويوجد على قائمة أغلى عطور رجالية ومن بين أغلى العطور الفرنسية في العالم. كان الإصدار الأول منه عام 2003 حيث أحدث ضجة واسعة بسبب تميزه وانفراده بمكوناته المختلفة، إذ تأتي مقدمة العطر من الأناناس والجريب فروت والشمام والبروغموت والقرفة وحب الهيل والزنجبيل والخزامة. أما قلب العطر فيتكون من زهرة زنبق الوادي والزعتر والبنفسج والياسمين. قاعدة العطر تتكون من نجيل الهند وطحلب السنديان وخشب الورد البرازيلي والشاي وخشب الصندل مع المسك، وهذا المزيج يعطي للعطر رائحة مثالية وجذابة يبحث عنها كل الرجال. يبلغ سعر أمبر توب كابي $250 للزجاجة بحجم 60 مللترا. ختاما لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب، وشكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.